استضاف بيت الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا ضم إلى جانب ممثلي منظمات الأمم المتحدة العالمية في دولة الكويت، ممثلي سفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى البلاد، وممثلي الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في دولة الكويت. المؤتمر الصحفي سلط الضوء على معاناة الشعب الباكستاني نتيجة أزمة تغير المناخ والفيضانات الأخيرة، كما تطرق الحاضرون إلى آخر تطورات خطة الاستجابة الإنسانية لهذه الكارثة. أمام 33 مليون منكوب ومشرد جراء الفيضانات الأخيرة في باكستان، تنادت المنظمات الأممية في دولة الكويت بالتنسيق مع نظيراتها في جمهورية باكستان الإسلامية وسفارة باكستان لدى البلاد في مؤتمر صحفي لعرض الحالة الإنسانية والعمل على تلبية الاحتياجات الطارئة. تسببت هذه الفيضانات التي تعد أسوأ فيضانات ضربت البلاد في التاريخ الحديث في أضرار بالغة، حيث طالت الأضرار نحو 33 مليون شخص ونزح حوالي 600 ألف شخص إلى مخيمات الإغاثة، كما يعيش العديد من النازحين في المجتمعات المضيفة. تسببت الفيضانات أيضا في مقتل أكثر من 1300 شخص. في الوقت الحاضر التركيز هو لتقديم المساعدات الإغاثة بما يغطي الأمن والغذاء والمأوى والمواد التغذية والمساعدات أيضا فيما يتعلق بالمواد الزراعية وغيرها ومياه الشرب والجوالب الصحية، إضافة إلى المأوى للأشخاص النازحين. ولكن أمامنا التحديات كبيرة جدا. ما يقارب 160 مليون دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة هي احتياجات الأزمة الراهنة للمساعدة على التعامل مع الفيضانات المدمرة وتوفير العمليات الإغاثية العاجلة. المساعدات الأولية التقديرية اللي قدمتها المفوضية تبلغ 1.5 مليون دولار، وهي من الصندوق الأساسي للطوارئ للمفوضية، وحتى 30 أغسطس قامت المفوضية بتوزيع 71 ألف قطعة من مواد الإغاثة الطارئة، وكذلك قدمت المفوضية خدمات الحماية. تقود الحكومة الباكستانية الاستجابة وتنسيق الجهود والإغاثة الإنسانية من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في عقاب طلب الحكومة للدعم. يقوم برنامج الإغاثة العالمي بتوسيع عمليات الإغاثة بسرعة لتغطية احتياجات نصف مليون شخص في أكثر قطاعات باكستان، منهم بلوشستان والسند اللي تضرر أكثر شيء. المؤتمر الصحفي شكل فرصة لتسليط الضوء على حجم المعاناة جراء هذه الكارثة البيئية وفتح المجال لعرض الاحتياجات وحشد جهود الاستجابة لمساعدة أكبر عدد من المنكوبين. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.